كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. صراعاتك الأكبر كانت مع الأقدار ولا مع نفسك ولا مع محيطك؟ لا، صراعاتي الأكبر كانت مع الأقدار، بس طبعاً صراعات مش إن أنا يعني صراعات عشان يعني أغير حالي، يعني أبقى في حال أحسن. يعني أنا كان في شبح بيطاردني طول الوقت وأنا صغير، ألا وهو العوز، الاحتياج، إن أنا ممكن ابقى محتاج. والله العظيم ما بقول الحاجات دي استعطاف عشان الناس بتفتكر لا. انت فنان وطالع تعمل لنا فيها مش عارف ايه وحاجات. يعني بطاقتي على الباب يا جماعه، يعني ما بكدبش، يعني والله روح اسالوا الناس في الباب وهي تقول لكم. فكان عندي شبح الفقر وشبح العوز، ده كان اكبر شبح بيواجهني، فعايز اغيره، عايز اقتله، لان دقت مره جدا دقت امر مره يعني. فعايز اغيره، فده اكتر حاجه في الاقدار كنت عايز اغيرها. انا بقيت الحاجات عجباني تمام، انا موافق عليها جد الحمد لله يا رب وكل حاجه، بس ده مضايقني ان انا ابقى محتاج اكل ومش قادر اكل، مضايقني ان انا ابقى بردان وما عنديش جاكيت تقيل يدفيني، مضايقني يعني ان انا الاساسيات الحياه مش طايلها، ده كان مضايقني. فكان ده صراعي على طول، ده الحاجه الوحيده في القدر اللي هو كان صراعي معاها، العوز.